حول تداعيات صفقة بيع منصة تويتر لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول استشاري الإعلام الرقمي الأستاذ بسام شحادات. أستاذ بسام، بداية مرحبا بك. لا تزال صفقة تويتر محل جدل بين مؤيد داعم ورافض مهاجم، لماذا شهدت هذه الصفقة كل هذا الجدل؟ حياكم الله. طبعا يعني الصفقة تثير الجدل بحكم أن الشيء الذي تم بيعه شيء كبير جدا. اليوم منصة تويتر ليست بالمنصة اليسيرة، هي من أقدم مواقع التواصل الاجتماعي، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة، لديها تأثير كبير جدا في السنوات الأخيرة. ظهر دورها الجلي في التأثير في الجمهور، استعملت في القضايا السياسية، استعملها الرؤساء والسياسيين حتى يعني يؤثروا في جمهورهم، واستعملت من قبل الحكومات للتأثير على الرأي العام. وبالتالي هذه المنصة التي لديها كل هذا التأثير، عندما يتم بيعها بشكل كامل، فإن هذا شيء طبيعي جدا أن يربك الأسواق ويربك المجتمعات ويربك الوسط الإعلامي، لأن هذا له تأثيرات كبرى، وممكن أن يؤدي إلى تغيرات على المحتوى، وبالتالي التأثير في الجمهور، أو له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية. هناك مخاوف من عدم شفافية يعني عمل المنصة ومنصات التواصل الاجتماعي، هل هناك آليات لضمان شفافية عمل هذه المنصات من قبل يعني للحديث عنها الآن؟ يعني لا يوجد ضمانات. الشركة عندما كانت شركة عامة مملوكة لعدد كبير من المساهمين، أكبر مساهم فيها كان يملك أقل من 10%، كان هنالك ديمقراطية في اتخاذ القرارات، مصالح متنوعة تضمن أنه لن يتم الإضرار بطرف من الأطراف. لكن اليوم الشركة تحولت الملكية الخاصة 100% لشخص واحد، وبالتالي هنالك تغيرات كبيرة ممكن أن تكون، هنالك سلطة يعني لها توجه سياسي واقتصادي ممكن أن تؤثر في المنصة، وهذا الشيء غياب الشفافية، تمرير الأيديولوجيا أو تمرير الرسائل التي لها بعد اقتصادي ومصلحي لهذه المنصة، شيء غير مخالف للقانون، وبالتالي لا يمكن اليوم الحكومات أن تتحرك تجاه هذا الشيء إلا إذا استطاعت أن تثبت أن هذا التحرك وهذه الأيديولوجيا وهذه السيطرة على هذه المنصة قد تؤدي إلى إخلال في الأمن العام، أو تؤدي إلى مشاكل اقتصادية في أسواق البورصات وغيرها. لكن إلى الآن للأسف لا يوجد أي شيء ممكن أن يريق هذه الصفقة إلا إذا تدخلت بعض الحكومات واعتبرت أن هذه الصفقة يعني تحارب أو تخالف قوانين منع الاحتكار، وبالتالي قد توقفها وقد تؤثر عليها. طيب سيد بسام، في نقطة الحديث عن الحرية، في الوقت الذي تعهد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك بمكافحة الحسابات المزيفة وإعطاء مساحة أكبر للحريات، صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن تبريرات ماسك عن يعني هذه المفردة عن الحرية، هذه التبريرات خطيرة، لماذا هذه المخاوف برأيك؟ لأن تعريف الحرية وحدودها هي شيء مختلف عليه. لا يعني كل شخص أو كل جهة أو كل مؤسسة كل دولة يمكن أن تعرف الحرية بشكل أو بآخر، وممكن أن تعرف الأشياء التي هي ضد الحرية وضد حرية التعبير بشكل أو بآخر. وبالتالي اليوم إيلون ماسك قد يستطيع أن يسمح بأنواع من المحتوى قد تضر، لكن يصنف هذا حرية التعبير، وقد يمنع بأشياء يمنعها من النشر ويحذفها ويقول أن هذا شيء يضر الجمهور أو يخالف سياسات النشر. وبالتالي هو يستعمل مصطلحات فضفاضة حتى يستطيع أن يتحكم بالمنصة كما يريد دون أن يلزم نفسه بشيء، وهذا شيء خطير، لأن اليوم كلنا نعتقد أن إيلون ماسك أهدافه في هذه المنصة هي أهداف تجارية بحتة، التحدث عن الحريات والتحدث عن دعم فضاء مفتوح للحريات هي يعني بروباغندا إعلامية. الأهداف التجارية التي ذكرتها، يعني هناك البعض من يرى أن هذه التجاذبات لا تعدو أن تكون صراعا بين قوى كبرى مثلا لتصفية حسابات، لا سيما وأن هناك اتهامات بعلاقة ماسك بالصين، إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح؟ لا يمكن الجزم بهذا الشيء. يعني اليوم ماسك هو شخصية كبيرة جدا، هو ملياردير من أشهر يعني من أكبر يعني مالكي الثروات في العالم، ارتباطاته أكيد ارتباطات متنوعة، هو عنده ارتباطات في الحكومة الأمريكية، عنده ارتباطات مع روسيا، عنده ارتباطات مع
مع الصين، عنده ارتباطات مع دول الجي 20 جميعها، مع تركيا، مع السعودية، مع كل المنطقة، وبالتالي سيكون له أكيد ارتباطات. إلى أي مدى هذه الارتباطات سيتم يعني استثمارها أو العمل عليها في منصة تويتر، هذا شيء إلى الآن غير واضح. هو إلى الآن لم يكشف تماماً عن ما هي الاستراتيجيات التي سيتحرك بها، وكيف سيوجه المنصة لما يهدم أهدافه أو أهداف حلفائه. طيب أخيراً، يعني بعيداً عن الصراع بين الكبار وهذا الحديث، ماذا عن المستخدمين وتأثير ذلك وكل ما يحدث على المستخدمين؟ هل يتأثر المستخدمون بتملك إيلون ماسك منصة تويتر؟ المستخدمين العاديين لا، بالعكس المستخدمين العاديين هم السلعة التي سيتم استثمارها وبيعها وشرائها داخل المنصة، لكن أعتقد أن المستخدمين الكبار من السياسيين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصحفية والدول قد يكون هناك تأثيرات عليها، لكن إلى الآن غير واضح ما هو جدواها وما هي الأشياء التي ستؤثر على هذا النوع من الحسابات. قد يكون هنالك بعض المنع، قد يكون هنالك بعض الإجراءات يعني لحرية التعبير وطريقة النشر. الشيء الذي ممكن أن يلحظه المستخدم، أنا أعتقد أن إيلون ماسك سيقوم ببخ جملة كبيرة من التغييرات في المنصة، وهذه التغييرات قد تشمل طريقة النشر والمحتوى وكيفية التفاعل، وبالتالي هذا يعني قد نرى أن تويتر بعد سنة من الآن قد يكون منصة مختلفة جدا عما هو موجود حاليا. شكرا جزيلا عبر الهاتف من اسطنبول استشاري الإعلام الرقمي الأستاذ بسام شحادات، شكرا لك.